بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما تنتمنى اللي تيشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحه جيده تنشكر المتابعين الناس اللي تيحطوا تعليقات زوينه بحالهم ان شاء الله بحول الله غادي نحط واحد الوصفه ديال الناس اللي ما مقبولينش الناس اللي تكون عندهم نفور من الناس الناس اللي عندهم ديما الغبنة في قلبهم وديما ما مقبولينش فيما مشاو ما عندهمش حظ البنت إلا كانت زوينة وما عندهاش الخطاب بيدخلوا للعتبة ديما العتبة ديالها فارغة وديما العتبة ديالها ما تيجيوهاش خطاب البنت اللي تتبغي تزوج ولكن الغالب الله ما تيدخلوش الخطاب تيكونوا معها خارج المنزل ولكن يدخلوا العتبة ما تيدخلوش الخطاب إذا غادي نحطو تيسير الامور البنت اللي متعسر عليها الزواج او الولد اللي متعسر عليه الزواج او متعسر عليه العمل او متعسر عليه انه يكون مقبول مع الناس الناس اللي ما عندهمش حب الناس اللي ما عندهمش قبول الناس اللي كاينه المراه هي والزوج ديالها ما عندهاش قبول عندهم نفور حتى ما صالحه لهم هاد الوصفه ان شاء الله المراه اللي تتكون مع الزوج ديالها ولكن ديما عندهم الغبنه وديما عندهم الصداع وديما عندهم المشاكل وديما النفور وخا تغضب وترجع تيبقى الحال على ما عليه اذا اليوم غادي نحطوا واحد الوصفه آه ان شاء الله اللي غادي تعجب كل شيء تعجب الاولاد وتعجب البنات لانها غير آه وصفه ربانيه آه ان شاء الله وغادي بالنسبة للبنت اللي باغا تزوج را رائعة في هذه الأيام اللي احنا مقبلين على أعراس مقبلين على أي حاجة زوينة إن شاء الله يكون عندنا فيها خير إذا حاولوا أنكم إلا مشيتوا لشي عرس خذوا السكر طلبوا السكر را الناس تعطيه لأن في سبيل الله البنت اللي معطلة عن الزواج تجيب السكر إما ديال المقاهي واما ديال العرس احسن حاجه هو ديال العرس نجيب واحد القطعه ديال السكر ديال العرس وغادي ان شاء الله غادي نشري القرون البنيه القبول ونشوف شي عطار قبلي عطار يكون مزدهر بغيتكم تاخذوا شي عطار يكون مزدهر يكون عليه الرواج لان قبلي يكون عليه الرواج كاع يعني الناس تيبغيو يشرو من عنده تتكون السلعه ديالو وتتنفد دغيا تتمشي و الانسان لا باغي قبوله ياخذ من عند عطار قبلي اذا نتوما في الاختيار نتوما تنعطيكم حلول وانتوما بحول الله وقوته حاولوا ديروا الصيغه ديالي او تزيدوا عليها او تنقصوا عليها نتوما في الاختيار اذا احبابي نتوما قادرين ان شاء الله تديروا هاد الوصفه اذا المراه اللي عندها نفور مع الزوج ديالها حتى هي دير هاد الوصفه تبقى المحبه ان شاء الله وتبقى تبدلها من الاسبوع الى الاسبوع وغادي يكون ان شاء الله الراحه والسكينه في التوافق بين الازواج البنت اللي عندها تعطل العتبه غادي ان شاء الله نعطيها واحد الحل اللي غادي ان شاء الله تديرو وغادي ربي يفرج بحول الله وقوته اذا غادي ناخذ اما سكر سكر ديال ديال اما ديال العرس اما ديال المنزل تاخدي ثلاث قطع ثلاث قطع اذا المحبه والموده ناخذ ثلاث قطع وغادي نكتب فيهم الاسماء بحال هذه غادي نكتب فيها الاسم ديالي باي قلم باي قلم احمر ام اخضر ام ازرق انت بالاختيار اسود من الاحسن بعدو من الاسود لانكم نتوما بغيتوا المحبه والموده اذا نبعدو من, من يوم الاربعاء ديما الحاجه اللي بغيت نديرها آه نديرها نديرها إن شاء الله يوم الخميس يوم الجمعة يوم الاثنين الأحد السبت إذا نتوما في الاختيار إذا غادي ناخد ندير اسمي هو الأول أو اسمه اسمه فلان ولد فلانة أو ما نكتبش نقرأ غير عليها فلان ولد فلانة نقرأ عليها فقط غادي إن شاء الله وناخد سكرة أخرى جوج سكرات وحده فيها الاسم ديالو وحده فيها الاسم ديالي اذا او نقرا عليهم فلان ولد فلانه اللهم اجعل المحبه والموده بيني وبينك اللهم اجعل المحبه والموده بيني وبينك وانت يا غادي تقولي اللهم اجعل المحبه والموده بيني وبين زوجي فلان ولد فلانه غادي ندير الصوره ديالو هكا الصوره الصوره ديالو هكا وغادي ندير الصوره اخرى ديالك بحال الصوره ديالك غندير هكا وندير السكرات هكا السكرات نحطهم هنا نحطهم هنا ونحط هكا السكر غادي ناخذ واحد ناخذ واحد الحفنه ديال القرنفل القرنفل الحمد لله القرنفل رائع في القبول القرنفل تنخدم بهذه الايام لانه رائع واكثر من رائع ما كاينش ما احسن من القرنفل اذا غادي نقرا عليه وزيناه للناظرين وزيناه للناظرين وزينا فلانه بنت فلانه لفلان وزينا فلانه بنت فلان لفلان اللهم زيني بزينتك اللهم زيني بزينتك اللهم زيني مع فلان ولد فلانه غادي إن شاء الله العدد اللي بغيتو، وغادي نقرا وألقيت عليك محبة مني واحد وخمسين مرة، ونفت وألقيت عليك محبة مني، وألقيت عليك محبة مني يا فلان وفلانة تجعل المحبة والمودة بيني وبينك، وغادي ندير هنايا، غادي إن شاء الله نحطها هنايا، وغادي بحول الله وقوته، غادي نخوي عليها الماء الزهر، الماء. ديال الزهر هذا راه ماء الزهر مقطر اذا غادي نوضع هنايا الصور و والقرنفل البنت اللي باغا تزوج غادي تحط صورتها فقط ما بين السكرتين هذه تقول اللهم اجعلني بيني وبين اولاد ادم ولد حواء حب وموده وهذه تكتبي في سميتك واجعلني من المقبولين تكتبي فيها او تقراي عليها واجعلني من المقبولين وتقراي القرنفل نفس القراءه نفس القراءه وزيناها للناظرين اللهم زينني بزينتك مع اولاد ادم ولد حواء والقيت عليكم محبه مني يا اولاد ادم واولاد حواء اللهم زين خلقي مع اولاد ادم اولاد حواء اللهم ارزقني في عتبتي بالنسبه للبنت اللي تتكون آه تتكون عندها آه عندها نفور في العتبه ما خطاب آه اللهم زين عتبتي لزوار الخطاب اي حاجه بغيتي تقوليها ان شاء الله بحول الله وقوتي غادي نرش سبع قطرات الرش سبع قطرات ديال الريحه أي عطر عندك أي عطر ولو يكون غير قطعة مسك ولكن أنقرا سبع مرات أو من كان ميتا أو من كان ميتا غادي نرش أو من كان ميتا بعد ما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس الرش أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس وغادي الرش ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس حتى أكمل سبع مرات حتى اكمل سبع مرات المراه اللي عندها نفور مع الزوج غادي تبقى تمسح وجهها كل صباح كل صباح تدهن وجهها بخصوصا من يكون الزوج كاين في البيت دهن الوجه ديالها والرقبه والصدر فقط البنت اللي باغا الخطاب يدخلون الى العتبه دهن الوجه ديالها من تكون غدا العمل وتعمل المكياج ديالها عادي وتعمل المكياج ديالها عادي وترش شيء قليل في العتبه اما صباحا واما في الليل نتوما بالاختيار اذا وهذا القرنفل من غادي تساليه منه غادي تهزيه في الصريره وتهزيه معاك حتى ينشف تحطيه في سريرة ما بين حمالة الصدر فيما مشيتي غادي تكوني مقبولة وتكوني عندك الهمة والشان وتكوني إن شاء الله مقبولة مع جميع الناس إذا إلا بغيتي تكوني مع جميع الناس اللهم زين خلقي مع جميع الناس أو زيني مع مديري إذا القرنفل المرأة اللي من سالات منه هذا اللي عنده نفور غادي تاخد القرنفل وغادي ان شاء الله بحول الله ديروا صريره وتحطوا في المخده ديالها باش يكون ترابط بينها وبين الزوج ديالها السكر والزهر والريحه ترش تقدر ترش الفراش ديالها او زوايا المكان اللي تتنام فيه هي والزوج ديالها إذن وصفه رائعه وخطيره جدا حاولوا غير ديروها بيقين وحاولوا انكم راه ما فيها لا سحر لا شعوذه لا حاجه فيها غير ذكر الله وفيها طاقه طاقه ديالك وطاقه الجد طاقه الجد بالقران اذا طاقه الجد بالقران انها رائعه واكثر من رائعه حاولوا انكم غير تخليو لايك باش نزيدكم الوصفات ونعطيكم اكثر من طاقتي لان تنتعب ولكن الدعم قليل اذا احبابي تنتمنى انكم تدعموني وتفعلوا الجرس وتابوناو بحول الله وقوته والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته